مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وصحة رمضانكم، وكل عام وانتم منورين، وكل عام وانتم ملمومين على ميدة واحدة وعلى قناة الشروق بيان سور. يلا اليوم حلقة جديدة من برنامج بانيك في كلينيك، وضحية جديدة. ضحيتنا اليوم جات تخدم سنتها باش تروح للعرس. انا منظري يعني في برنامج زوجوني، يعني في بالي العرس غير في الصيف وفي الشتاء، مي في رمضان اول مره نشوفها. يلا سيدي نشوفوك اليوم ونتستيوك ونشوفوا الخوف تاعك وين قادر يلحق. دكتور مهداوي، إذا كما راكم تشوفوا ضحية تاعنا جات باش تخدم سنتها، يعني هذه اللي من قدام باش تريقلها باش تروح اليوم للعرس، باش كي تضحك الله الله ولا تولول كي يبانوا سنانها يبانوا بيوم ستيكيين. لا 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 ما تقلقيش روحك، انا على بالي. لا 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 فوالا، شربي هذا. نشرب هذا؟ ايه شربي. درت ثلاثة. شربي كامل. نزيد لها ولا لا؟ لا سي بون. فوالا سي بون. ما فيكش لاتونسيون السكر؟ لا شو ازمتك؟ سيتو سيتو. الكلاوي تاعك ملاح؟ ملاح. اكد لي على الكلاوي، هذاك هو الصح. تمشي شويه هكا من داك. ايا تخيبي. الدم تاعك شهو؟ او بوزيتيف. تخي بيان. او بوزيتيف. وجد البوكس. وجد الصوالح. لا ما كاين والو. شو ديري راسك غير لهنا، شوفي بخوبي باسكو اللي عطيته لك يليق تسولاجي. الضحية تاعنا على حسب ما راكم تشوفوا يعني بدات توسوس من هاد الانستيزي اللي جديده، وهذا الكوب ديال الماء اللي قادر يدوخها كامل. حسيتها من الاول بلي راهي خايفه. حنا نقول لها ما تخافيش، رانا كامل خايفين. حطي راسك مدام، دوك يجي الطبيب هو اللي صح. نجي بعد ما خليناها شربت، خليوها ترتاح، نروحوا نحطوا لها النشره تاعنا. السلام عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى هذه الاخبار. عاجل تنبيه هام الى كافه المواطنين وصاله السكان وصاحب المستشفيات، تصدر بيانا عاجلا. وصلنا اللحظه كما تتابعون في شريط العاجل اسفل الشاشه. طبيب مختص يدعى سعد مهداوي متهم بسرقه اعضاء المرضى وبيعها. الطبيب وحسب بيان وزاره الصحه التي تحوز وشروط اليهود على نسخه منه يقوم بتلويم المرضى على حسب ما راك شفتو. التخمام تاعها في العرس، واش تلبس وكيفاش تولول وعلم من تسلم، نساها كاع في النشره تاعنا. بصح معليش، الدكتور تاعنا ادخل وبدا يعني يحكي معها ويقلق فيها. نشوف عينيك. واه ماكش تحسي بالدوخه؟ سي شويه مي با شويه. وي جي كو اسكو فو مافي دوني او جو سي. هذه انستيزي جينيرال باش ما تحسيش، بويسكو قلتي لي الخاف وكلش، باش ترقدي ما تحسي بوالو. باسكو انت قلتي باسكو انت فوالا ميرسي. انت قلتي لي درت انستيزي لوكال برك انا، علاش اني جينيرال؟ لا ما تحسيش باسكو حسيت شويه ستريسي. نو سي با غراف. ماكش شوفي دروك الموف الضباب هكا في عينيك؟ نو داكو. زيد لي نزيد لك واحد هكا بلا صافي. شوف دونتي هكذا على صغيره برك على زعما. لا باسكو راني شايفك شويه مقلقه. نو سي با غراف. تري بيان. فوالا شربي هذا. زيدني شرب تاني. شربيه كومبلي باش هكا. فوالا ما تقدرش تي شويه ما زيد الشربي هذا. بصح راني نسوق انا نروح دوك. لا لا درك من بعد سي بون صاي. تري بيان صحتك. لا يسلمك ميرسي. شوفي شو سي بون مليح هكا، خليها تربوزي واحد شويه. شي غير ما تبوجيش. عاودنا خليناها ترتاح مره ثانيه، وحطينا لها النشره ديالنا وزدنا لها افو هكذا باش تسمع، ما عندها وين تهرب. هكا نخدموا حنا، هذه هي خدمتنا. حطيو عاجلا. وصلنا اللحظه كما تتابعون في شريط العاج اسفل الشاشه.
طبيب مختص يدعى سعد مهداوي متهم بسرقة أعضاء المرضى وبيعها. الطبيب وحسب بيان وزارة الصحة التي تحوز وشروق اليهود على نسخة منه يقوم بتنويم المرضى الوافدين على عيادته من أجل العلاج عن طريق كوفيد من الماء لمزرعة المخدر يؤثر مباشرة على الضحية تاعنا تشوكت تقلقت ما فهمت والو، والتوسويت تاعها هذاك أظهر صح بدات تطلع وتهبط وكلاويها راهم في اللعب. راها تعيط تقول خرجوني، احنا نقول لها منين رايحة تخرجي؟ اليوم تخرج روحك، ما عندك كيفاش تدي. وين حليلي؟ ليش نخرج ديكا؟ صوش خاصك؟ نخرج؟ ما متنجميش ريحي راني ندير لك دواء. حبيت نخرج؟ هذا مدوخي يا الدواء. حبيت نخرج؟ ما تخرجيش مدام. ما تقدريش مدام. الضحية تاعنا تقلق بزاف. خفنا عليها، فتحنا لها الباب، غير قلنا لها باللي كاميرا كاشي مسكينة، وبدات غير تهرب. هرب وتشوكات. حنا نقولوا لك يا مدام بصحتك العرس، ان شاء الله تعرسي بالصحه لهنا، وما تنساش تجيبي لي حقي من الكاطو، دائما يروح لينا حقي من الكاطو. يلا كنا غير نضحكوا معاك في برنامج كاميرا كاشي، بانيك في كلينيكا.